بالنسبة لتوريدات محصول القصب خلال هذا العام، بداية من مصانع سكر كمامبو 25 ديسمبر، باقي المصانع خلال أوائل شهر يناير 2019، وآخر مصانع سكر جرجة ودشنة أواخر شهر واحد. هناك انتظامية في عملية توريدات القصب لشركة السكر، بتصل بمتوسط يومي 80,000 طن على الثمان مصانع العاملة بالوجه القبلي. دي بتدي إنتاجية من السكر. هذه الإنتاجية بتتمثل في، لما أقول 80,000 طن، بناء على ذلك طبعا وزارة التموين بالاتفاق مع وزارة المالية بدأت توفر التموين لسداد مستحقات المزارعين، وبدينا اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر يناير في صف مستحقات المزارعين. وأي واحد من السادة الأفاضل المزارعين الموردين القصب يتجه إلى المصانع إن شاء الله يصرف مستحقاته بإذن الله.